تماما. ايوه دي اللي هي الجيركن بتاع التنر. ده جيركن تنر ملوش دعوه بقى بالحاجات ده. تنر انا مفضيه فاضي فاضي على اساس السايح في الغيره بس. هتحط الكوبعه كده تسيح. ده غيره مش ده. ده غيره مش عشان اعمل منه المعجون بتاعي. تمام. هتضيف عليه مادة فيه احط عليه ميه سخنه يقوم يشف اسيحها الاول. واخد بالك سعادتك؟ عندي بقى الاسمدك وعندي الالوان اللي انا هلون بها المعجونه بتاعتي حسب اللون اللي انا هشتغل عليه. طبعا المهندس مصطفى بقى وبلغه كل الكلام ده اهو وكله اهو بيتقال. كده احنا حطينا الشدري بقى يا باشمهندس. تمام يا محمد. عشان احط كميه الميه السخنه عليها. ايوه. اللي انا هعمل بيها المعجون. تمام. نبص كده سوا مع بعض. ماشي اتفضل. دي كده الميه السخنه. تمام يا حاج احمد. على الغرفه اللي انا حطيتها. طبعا هي عملية ابتدائية على أساس إن مفيش عندنا إمكانيات إقنائية في الموقع دلوقتي. أيوة بس هي بقت شغالة. بنتعامل حسب الظروف اللي قدامنا هنا في المكان يعني. بالظبط تمام كده. خليها على الصوت عشان الصوت الصوت يكون واضح، الصوت مش محتاج تعليق أو أي حاجة. يبقى كده إحنا إيه حطينا الغيرة على الموية السخنة. حطينا الميه على الغيرة السخنة. نفس الشيء.